تتسارع الأعمال هنا، الإنجاز بأسرع وقت ممكن ما يطمح إليه القائمون على رصف طريق حلب وسط مدينة عفرين. الطريق الأسوأ على مستوى الشمال السوري سيكون خلال فترة وجيزة واجهة المدينة بعد رصفه بحجر الأنترلوك، مشروع طال انتظاره من قبل أصحاب السيارات والمصالح المتعددة المنتشرة على جانبي الطريق بعدما عانوا من رداءته لأشهر طويلة. يعني موضوع الوحل والطين يرسلا كان، يعني يجيني الزبون ما يعرف يوقف، تيجي سيارة تتكسر، انشحطت كذا سيارة من موضوع تكسير الطريق. الوقت اللي كنا نفوت من أول عفرين لآخر عفرين الطريق طول معنا نص ساعة، الحمد لله هلا الأمور صارت جيدة ونتمنى إنه يتعبوا العمل بكل شوارع عفرين لحتى يخفف علينا عبء ويخفف علينا تصليح. تحت إشراف المجلس المحلي وبالتعاون مع التحالف العملياتي والذي يضم الدفاع المدني ومنظمة سامز والمنتدى السوري بدأت أعمال الرصف. سبق هذه المرحلة مرحلة تجهيز البنية التحتية للطريق. عوامل عدة تسببت بتأخير العمل بحسب المجلس المحلي، كان أبرزها تأخر وصول المواد اللازمة وتجهيز مداخل مدينة عفرين وجسر المتحلق الخارجي. إن شاء الله مشروعنا هذا طوله 4600 متر، 94000 متر مربع حجر أنترلوك. راح يبدأ من قوس دخول عفرين، من دخول عفرين باتجاه دوار كاوة، ومن دوار كاوة باتجاه دوار الأبان يطلع على طريق جنديريس، وبيرجع بيطلع من دوار الأبان باتجاه مدخل عفرين طريق رندي. من شأن تأهيل طرقات عفرين تسهيل عبور الشاحنات التجارية بين منطقة إدلب وريف حلب الشمالي، ما يعود بالنفع الاقتصادي على المدينة كونها تتوسط طرق التجارة والعبور في الشمال المحرر، ما يكسبها ميزة تجارية تمكن مجلسها المحلي من تحسين واقعها للأفضل. وصفت بالطرقات الأسوأ في الشمال السوري طرقات مدينة عفرين، صفة يعمل المجلس المحلي جاهدا على تغييرها من خلال مشاريعه في تحسين واقعها والنهوض بشكل أكبر بالبنية التحتية، لكن يبقى ضعف الإمكانيات العائقة الأكبر. أحمد الشمالي، حلب اليوم، عفرين.